اليوم رح نحكي أيضا بموضوع الشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها اللي ممكن تحوي مفهوم التسويق. قد ايه اليوم مهم التسويق عند الشركات وقد ايه هي عامل أساسي بنجاح أي سلعة إن كان للشركات إن كان بالأسواق؟ اليوم نحن بلفت نظرنا أحيانا الإعلان للمنتج بغض النظر قبل ما نجرب المنتج أو لا. فاليوم خطة التسويق هي من أهم الخطط اللي ممكن تحطها الشركة بنبدء تأسيسها. فاليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن التسويق وأهميته. صحيح رشا، لابد من معرفة أهمية التسويق بالوقت الحاضر، لأنه كلمة تسويق مألوفة لدى الجميع وأحيانا ما بتطبق بالشكل الصحيح، وضروري كل شخص حابب يعمل مشروع يبدأ بمشروع له لازم يعرف كيف يسوقه بالشكل الصحيح. لنتعرف ونحكي عن هالموضوع أكثر معنا الآن سهين الدعودة، وهي خبير التسويق وعلاقات عامة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك. انت يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ تمام، كيفكم؟ يعني اليوم قد ايه انت مبسوطه بهذا المجال؟ قد ايه عم تعطي؟ انا بشوفه لهذا المجال هو مجال ممتع بالنسبه لي، ويعني بعطيه من قلبي لانه صدقا انا بحبه. بس متعب بنفس الوقت، يعني لما الواحد بيمارسه بطريقه صحيحه فهو بيكون شيء بالعكس، يعني بفرح في شغف بالقصة. تماما. طيب خلينا نروح من هذا الشغف ومن هاي المحبة لنحكي اليوم عن أهمية التسويق. قد اليوم هم خلينا نقول بقصص نجاح أي شركة اليوم بأي منتج اليوم عم يكون الخطة التسويقية مقابل الخطة التنفيذية. تماما. هلا اليوم لنجاح أي شركة، هلا أول شيء بدنا نعمل دراسة صحيحة لهذا الشيء. يعني اليوم أنا عم شوف إنه في كتير شركات عم يصير فيها التقليد الأعمى لخطط التسويقيه للشركات الثانيه. هلا نحن اذا قلدنا الخطط التسويقيه للشركات الثانيه هذا ما بيعني انه هي حتنجح الخطه نهائيا. لكل منتج لكل خدمه هي لها خطه تسويقيه معينه لازم يصير لها، لازم نتبعها، مو يعني التقليد الاعمى اللي هلا عم يصير نحن بس يلا كوبي بيست مثل لاي شركه نحن لازم نعملها. فهذا الشيء لا غلط بالنسبه لنا، لازم ندرس تماما كل منتج هو شو حاجته للعالم والعالم قديش بتحتاج أو هذا الخدمة. صحيح، هلا التسويق صار مهم خصوصا نحن مقبلين على مرحلة انفتاح كتير كبيرة. خلينا نحكي عن أهمية التسويق بالنسبة للمستهلكين. هلا أهمية التسويق اليوم بالنسبة للمستهلكين هي أهمية كتير كبيرة، خاصة بعصر تطور التكنولوجيا وموضوع مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مثل اليوم نحن بنشوف نحن أغلب وقتنا عم نقضيه على الإنترنت، فاليوم صار التسويق كتير أسهل الوصول للمنتجات أو الخدمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للجمهور، لأنه اليوم صار الوقت أسرع لما نحن نعرض منتجاتنا على مواقع التواصل أو من خلال مثلا نستهدف هذا الجمهور نستقطبه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عرض المنتج بطريقة صح عليه. فهو صار دائما هي العملية صارت تسرعت لنا اياها من موضوع التسويق. صحيح، حتى كثير ناس صارت تستسهل هي القصة انه بشتري قصة غرض قطعة ثياب عن طريق النت اسهل، بشوفها احسن ما انزل على السوق او وحتى بتوفر كثير وقت وجهد يعني حتى للمسوق. يعني حتى صارت تستقطب كثير من المناطق البعيدة، يعني مو بس نحن موجودين فيها، مثلا حتى اذا بتشوفي كذا بلد صرنا من كذا بلد نقدر نحن نوصي مثلا عن المنتجات اللي نحن بنحتاجها. صحيح. لحتى توصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم الموضوع التسويق الإلكتروني هو أهم شيء هلا بوقتنا الحاضر اللي نحن عم نعيشه وعم نشوفه. يعني صار موضوع الانفتاح عنا على صار أغلب وقتنا العالم كل الأعمار تقريبا بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. صرت إذا نحن بدنا نطلب حتى على مستوى سيارة أو تاكسي نحن صرنا نستخدم الإنترنت، إذا بدنا نطلب حتى صار أغراض للبيت صرنا فينا نستخدم الإنترنت. موضوع الدفع الإلكتروني هلا بكثير من البلدان صار متفعل هذا الشيء. فاليوم صار هذا بالوقت الحاضر هو عم ياخذ اكبر حيز من وقتنا ومن الشيء اللي نحن لازم نركز عليه كثير يعني بهذا الموضوع. طيب انت اليوم انت عم تحكي عن مجال جدا واسع، وكنا قبل ما نستضيف حضرتك كنا بفقره قانونيه تطرقنا لهذا الموضوع خلينا نقول ضحيه الانترنت والاحتيال على عن طريق الانترنت. اليوم انا لحتى اثق بهند
وبمنتجات هند، مفروض اليوم هند تقدم لي هذا جسر الثقة لحتى أنا ألو وصيكي على الغرض، وأنا بعرف أنا مع مين عم بحكي اليوم. وفي ناس اليوم يعني كانت ضحية للتسوق الإلكتروني كتار، ومنهم أنا، يعني أنا جربتها مرة ما بقى عدتها، يعني حتى لو القصة كتير عجبتني أو القطعة كتير عجبتني ما بقى عندي هي الثقة، عم تطلع غير الموجود اللي عم بنشوفها. فاليوم أنت بحاجة لأساسات ثقة بينك وبين الناس اليوم من خلال عملك ومن خلال تجربتك، شو أهم الأساسات اللي تشتغلي عليها؟ هلا هي واحدة من أسهل الطرق وأكثر شيء أقل تكلفة للمسوق هي أنك أنت تبني علاقة صحيحة وثقة بينك وبين بين العميل. تمام. أنا اليوم لما بقدم لك منتج فيه جودة اللي أنت عم لما أنا عم بعرض لك إياها تشوفيها من خلالها أنت عم توثقي وتطلبي هذا المنتج، وأنا أقدم لك إياه مثل ما هو بالمواصفات اللي أنا عم أقدم لك إياها، فهي دعاية لحالها، هي يعني خالصة متخلصة بموضوع إنه مثل ببلاش. هي أنت اليوم لما رح يعجبك هذا المنتج أنت رح تحكي لأصدقائك لعائلتك عنه لهذا المنتج، لما ما رح يعجبك مثل ما قلتي حضرتك أنت خلص أول مرة وآخر مرة ما رح تقربي. فأنا بشوف أنه ضروري من المسوق أن يبني علاقة ثقة وصحيحة وصادقة بينه وبين العميل، ليعمل ولاء لها من العميل للمسوق، استمرارية للمنتج. القصة استمرارية فاليوم هي الاستمرارية اللي نحن لازم نمشي عليها، ما نستهين بالجودة، ما نستهين بأي شيء نحن عم نقدمه. اليوم نحن مو بس عرضنا ونزلنا وخلاص، نحن كمان بيهمنا عميلنا يضل معنا. صحيح. يعني هذا مو يعني يوم التسويق هو ما له ناجح طول ما أنا بعت منتجي أو خدمتي لمرة واحدة وبعدها ما عترجع لي العميل. هي الولاء دائما بيصير لما بيرجع لي عميلي وبيصير هو زبوني الدائم على شكل متكرر. فهذا الشيء صحيح أنا كثير كمان عم ملاحظه، يعني هذا الشيء بتمنى أنه نحن ينحط له حد، لأنه كثير منا عم ينغش بسواء منتج سواء خدمة، خاصة موضوع الأطباء تبع البشرة هذا الشيء كثير حساس اليوم. مواد التجميلية يعني قد اليوم عم يأثر على سمعة باقي المسوقين اللي عن جد عندهم منتج. صحيح. أصلي وعم يخدم موضوع التسويق اللي كان بينه وبين المستهلك، كمان اليوم يعني تعممت القصة للأسف يعني. صحيح. فهذا الشيء نحن لازم كثير ننتبه له، والثقة دائما لازم نتبعها بأي منتج أو خدمة نحن لازم اليوم نعرضها أو نقدمها، يعني لازم نحط لنجاحنا هي الثقة والجودة الحقيقية. حتى انتشرت بالفترة الأخيرة يعني أسماء صيدلانية هو مجرد تسويق لبيع حبوب للتنحيف او للتسمين او هدول القصص كمان عم تطلع من اي شيء، ويعني مبين اليوم الفوتوشوب عم يلعب كثير كثير دور كبير بتصوير كان البشره وان كان هدول المنتجات. فشفت انا هذا اللي عم تقولي عنه انه بشره مدري من وين، يعني حياتي ما شفتها انا انه بيكون منتج وبيكون غير المضمون اللي بدنا اياه. حكينا عن التسويق بشكل عام، خلينا نحكي عن اهميه التسويق بالنسبه للمنشات. انا اليوم بدي اعمل عندي مشروع منشاه، كيف لازم سوق بالشكل الصحيح؟ هلا اليوم ما في منشاه او ما في شركه او ما في منتج خدمه ما يعني ضروري اليوم صارت عمليه التسويق. اليوم هي لازم نعمل حملاتنا التسويقية سواء على السوشيال ميديا على أرض الواقع. بس اليوم هو السوشيال ميديا صار لأنه أخذ أكبر حيز من وقتنا. فلازم نعمل مثل خطة شهرية نحن نعرف فيها، ندرس ميزانيتنا اللي نحن شايلينها لهي العملية التسويقية اللي نحن الحملات الإعلانية اللي بدنا نعملها إياها لهي الشركة أو المنشأة، لنقدر نوصل منتجاتنا ونرفع نسبة مبيعاتنا بالقدر الممكن وبالطريقة الصحيحة. فاليوم ما في شركة أو منشأة ما بتحتاج التسويق، وما في شيء بيقول لك إنه أنا يعني أنا صرت مشهور أو أنا صرت معروف اسمي صار كبير ماني بحاجة للتسويق. ماني بحاجة التسويق اليوم، ما في أي شيء ما له بحاجة التسويق ولا شيء. يعني نحن اليوم بعصر التطور وتشوفي الشركات العالمية والبراندات العالمية لليوم هن عم يعملوا ميزانية سنوية لحملاتهم التسويقية كل سنة وليس بس بالشهر. فهذا الشيء يعني كتير مهم انه نحن نشوفه ونشكل فريق كامل لموضوع قسم التسويق والمبيعات ليكونوا هن عم يدرسوا موضوع المنافسين بالسوق ويحطوا خطط تسويقية سنوية. أنا بنصحهم مو بس شهرية، يعني اليوم مهم كتير حملاتنا السنوية التسويقية لأي شركة أو منشأة والتسويق بالشكل الصحيح تماماً. طيب في بعض الحالات هند بتحكي مع الصبية أو الشاب اللي بيكون هو مستلم صفحة التسويق بيكون عارض منتج كتير جميل يعني بيلفت نظرك، فبتقولي له أنه
المنتج مكفول يعني صورته، بيقول لك انا ما شفته هيك بعثوا لي اياه صوره من الشركه، فهون كمان يعني بيكتبوا الصور واقع، الصور على الواقع، الصور واقع بيكون هو ما انه شايفه اصلا، بيقولوا لي بيقول لك صراحه انا ما شفتهم بعد كذا بهي الطريقه. اليوم في شباب وصبايا عم بيعيشوا من وراء هي القصه على موضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مشروعهم الاقتصادي الصغير. خلينا نقول، خلينا من خلال خبرتك اليوم نقدم لهم هيك اساسات كيف يبلشوا هذا المشروع، شو اهم شيء مفروض ينتبهوا عليه؟ اليوم نرجع منقول انه موضوع هي الثقة، وانه انا اليوم انا لما بساوي براند او منتج انا اول شيء لازم جربه انا على حالي طبعه، لما انا بكون يعجبني ولاقي جودته بالنسبة لي هي ممكن اعرضها بقى للعالم، فانا ببلش من هون. فانت قبل اي منتج او قبل اي خدمة انت لازم تجرب هذا المنتج ضروري، يعني ما فيك اليوم تعرضه للعالم تقول له انا مالي شايفه، هذا الحكي ما له مقنع. وطريقه التسويق كثير غلط وخاطئه انك انت تحكي هذا الحكي، بالعكس انت حتعمل مثل شرخ بينك وبين العميل اللي عم يحاكيك، يعني هو رح يشوف في شيء غلط. احيانا انت مالك مجرب ثياب انا جبتها عن النت دفعت حقها ما طلعت مثل انا ماني شايفتها، فانا ما بقى فيني، انا صارت معي كمان ما بقى فيني رجع هي القطعه او بدلها، يعني هي القصه. الزبون دائما على حق، يعني قطعتك لما تكون تطلع مثل ما لها عاجبتك هو متكفل بانه يرجع، بالعكس هو حيكسبك لقدام انك انت في حال تعرضتي لمشكله هو قادر يحل لك وقادر ما يقول لك انه هي ما لها مشكلتي مثلا. هلا اماني انت اليوم عم بيقولوا لك انه ممكن نرجع بلحظتها، يعني بتشوفي القطعه حبيتي حبيتي بتدفعي، ما حبيتي نحن حنرجع لك اياها، بس انك تاخذيها على البيت وتضل فتره، يعني هي القصه كمان شوي هونت. يعني بالعاده بيبعثوا لك القطعه يا بتلاقي الموبايل طلع خارج التغطيه، يا اما بيقولوا لك نحن غير مسؤولين اليوم، وخاصه لما يكون شحن بتروحي بتدفعي بعدين بتاخذي غرضك، فروحي انت وحظك بقى. هي ما هاي الطريقه للاسف خاطئه، وانا بنصح كل حدا ينتبه لهي الامور اللي عم تصير ويتعلم من اغلاط غيره. يعني صحيح. فاليوم بهمني خلينا نحكي شوي عن اخلاقيات التسويق. اخلاقيات التسويق هي اليوم اهم شيء بناء الثقه الصحيحه بينه وبين العميل، مثل ما قلنا انك تبني علاقات جيده مع تبني علاقات كبيره وتوسع علاقاتك بهذا الموضوع. يعني لازم بالتسويق بالذات واخلاقيته انه نحن بعد كل البعد عن موضوع الكذب واللف والدوران، ومثل ما قلنا انا مو مشكلتي اذا القطعه طلعت ما مثل ما انت بدك. يعني اخلاقيات التسويق هي بتعتمد على موضوع كمان الثقه وكل هدول اللي نحن هلا شرحنا عنهم. حابه تقولي هند شيء عبر شاشتنا بالنسبه لموضوع التسويق او نصائح بالنسبه للمسوقين وللناس اللي بتشتري عبر الانترنت بتلجا لموضوع دائما التسويق لانه بنلاقي الموضوع الاسهل؟ انا اليوم بتمنى انه نحن نتعلم من الشغلات اللي عم تصير ونتبع خطوات صحيحه لموضوع عمليه التسويق، ونوصل لمرحله انه خلاص يعني نحن يكون عندنا دائما المصداقيه بموضوع التسويق كثير عاليه. واليوم ضروري يكون الناس صار عندهم ثقافه ان كان تسويق الكتروني ان كان اي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي. هند اذا رجعنا هيك شوي لتجربتك ببدايه مشروعك، اكيد كان في اخطاء اليوم هند مرقتي فيها، خبرينا اليوم هيك كرمال نستفيد من تجربتك، يعني شو اهم العثرات، شو اهم الاخطاء اللي اكيد كانت بالنسبه لك هي خلينا نقول اساسات لحتى تروحي للشيء الايجابي؟ دائما باي بدايه اي مشروع هو بيكون فيه اخطاء هي يعني مفروغ منها، بس اليوم انه موضوع انه كان يعني موضوع تطوير الذات، انك انت دائما تكوني شغله على حالك بموضوع الدورات، تقري نفتح اكثر نقرا. يعني انا اكتشفت انا قد ما قريت انا لسه لا مالي ملمه بشكل كامل للموضوع ولل يعني المعلومات، انا لهلا مالي ملمه اكيد. فدائما انا كانت العثرات انه فكر حالي خلص انا يعني مثل خاتمت اطلع، لا انا لسه لازم اكون اطور حالي اكثر من هيك. فبنصح الكل اللي ضل عم يطور من نفسه ويقرا ويتعلم من اخطاء غيره الا القدر المستطاع. طيب بدنا نشكرك هند اليوم على هند عودي خبيره تسويق وعلاقات عامه لكل المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما بنقول ثقافه الوعي كثير مهمه بهي القصص، يعني وان شاء الله ما بقى نسمع اي قصه من موضوع الاحتيال الالكتروني. شكرا لك يا هند. شكرا.